أحيت سفارة دولة فلسطين في بروكسل الذكرى 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية انطلاقة حركة فتح بإيقاد شعلة الثورة في ساحة سفارة دولة فلسطين بالتأكيد على مواصلة النضال حتى تحقيق حلم شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نجتمع اليوم سفارة فلسطين في بروكسل مع إقليم حركة فتح في بلجيكا ولوكسمبورغ لإيقاد شعلة الثورة إحياء لذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية 56، متمنين لهذه الثورة التكرر بالنجاح وتكرير كل عملها، حيث أنها أبقت على القضية الفلسطينية حية في ضمائر جميع شعوب العالم المحبة للحرية والعدالة، وفي ضمير وقلب كل فلسطيني صغير وكبير، شيخ وطفل، امرأة ورجل. اقتصر التجمع الفلسطيني على عدد محدود من الجالية الفلسطينية وأعضاء من إقليم حركة فتح تطبيقاً للإجراءات الصحية المفروضة في بلجيكا. نقول لشعبنا الفلسطيني أننا دائماً وأبداً مستمرون، رغم المؤامرة، رغم الخيانة، رغم التخاذل بعض الدول العربية، إلا أننا مستمرون على العهد وعلى الدرب، سائرون على نهج أبو عمار، نهج الرئيس أبو مازن، مستمرين نقدم الدعم لأهلنا، لشعبنا، لقيادتنا. لن نتوانى ولن نتنازل ولن نتراجع عن أهداف شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإن شاء الله سنبقى هكذا على العهد دائما سائرون ولن نتراجع خطوة إلى الوراء. في كل عام يتجدد اللقاء لأبناء شعبنا في دول المهجر مشددين على حقهم في الدولة المستقلة والعودة إلى ديارهم. شعلة الحرية لن تنطفئ مهما بعدت المسافات عن الوطن، هكذا عبر أبناء فلسطين في بروكسل عن تمسكهم بالحقوق والثوابت الفلسطينية والمضي قدما من أجل تحقيق الحرية. نور الهدى محمد، تلفزيون فلسطين، بروكسل.